هنروح لزميلنا محمد عبد الله موفد القناه الاولى بالقمه العربيه بالبحرين، واللي هيطلعنا على اخر الاستعدادات الخاصه بالقمه العربيه ال 33 بالعاصمه البحرينيه المنامه. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير محمد. بالتأكيد استعدادات هنا على تجرى على قدم وساق لاستضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها العادية 33. هناك استعدادات كبيرة جدا موجودة هنا لاستضافة البحرين لهذه القمة فيما يتعلق حتى بالاستعدادات اللوجستية والتجهيزات الخاصة بالقمة. هناك رغبة كبيرة من مملكة البحرين لإنجاح هذه القمة، هي القمة الأولى التي تستضيفها مملكة البحرين سواء على مستوى القمم العربية الطارئة أو القمة العادية، ومن ثم هذه القمة بتكتسب أهمية خاصة نظرا لمكانها. بالتأكيد يعني هي قمة هامة للغاية. كنا نتحدث عن الاستعدادات اللوجستية لهذه القمة من حيث المكان، مكانة مملكة البحرين ودبلوماسياتها المتوازنة بتجعل لها علاقات قوية مع كافة الدول، ومن ثم بتكون لها أسلوب وتعامل في الدول المشاركة في هذه القمة لعملية لم الشمل. الجانب العربي يحتاج في هذا التوقيت إلى لم الشمل نظرا للتحديات الصعبة اللي بتواجه المنطقة العربية وأيضا اللي بتواجه هذه القمة والقرارات التي ينتظر الشارع العربي أن تخرج به هذه القمة للتعامل مع كافة هذه التحديات. إذن هذه القمة تكتسب أهمية في توقيتها. الجميع يتابع ما يحدث في الأراضي الفلسطينية والهجمة الإسرائيلية المستمرة للشهر الثامن على التوالي على قطاع غزة، ومن ثم هذا الأمر يفرض تحديا كبيرا على هذه القمة. نعم قمة عادية، لكن الظروف التي تمر بها هذه القمة هي ظروف استثنائية يمر بها العالم العربي. أيضا هناك توترات حاصلة في عدد من البلدان العربية الأخرى، يمكن الملف الفلسطيني يفرض نفسه على جدول أعمال هذه القمة ويأتي في صدارة القضايا والملفات التي يناقشها القادة العرب، لكن هناك أيضا توترات أخرى وملفات أخرى لا تقل أهمية عن الملف الفلسطيني، التوتر الحاصل في السودان، التطورات الحاصلة في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا، ومن ثم هناك تحديات كبيرة تواجه القادة العرب في هذه القمة وترقب كبير لما ستصفر عنه هذه القمة من قرارات ترضي طموح الشارع العربي. الجامعة العربية أيضا هي الأخرى تدخل في تحدي هذه المرة، نظرا لأنه إن شاء الله العام المقبل ستحتفي الجامعة العربية بمرور 80 عام على إنشائها. في 22 مارس 1945 تم إنشاء الجامعة العربية. شهدت الجامعة العربية على مدار تاريخها 48 قمة، منهم 32 قمة عادية و16 قمة طارئة، ومثلما أشرنا هذه القمة إن كانت قمة عادية لكن الظروف المحيطة بها تجعلها قمة طارئة. وزراء الخارجية إن شاء الله بعد قليل هيجتمعوا هنا في المنامة لوضع اللمسات النهائية ووضع جدول الأعمال والقرارات التي سيناقشها القادة العرب والرؤساء والأمراء والملوك العرب في القمة العربية التي ستنطلق إن شاء الله في 16 من مايو الحالي الخميس المقبل إن شاء الله، بحضور مثلما علمنا هنا من مصادرنا سوف تشهد هذه القمة 33 حضور كبير من جانب الرؤساء والقادة العرب. وهناك أيضا اتفاق ما علمناه اتفاق ما بين وزراء الخارجية العرب وارتياح كبير على جدول أعمال هذه القمة. كل هذه المؤشرات تشير إلى أننا أمام قمة غير عادية من حيث الانعقاد، من حيث القرارات التي من المنتظر أن يتبناها القادة العرب. وزراء الخارجية سيجتمعون اليوم، وسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، وأيضا سوف يكون هناك اجتماع اليوم لهيئة متابعة تنفيذ القرارات على المستوى الوزاري، واللي لها دور كبير جدا فيما يتعلق بالتحرك بعيد عن لم الشمل العربي على المستوى السياسي ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. نحن نترقب اجتماع وزراء الخارجية العرب والقرارات التي سيتم أو جدول الأعمال التي سيرفعها وزراء الخارجية العرب على القادة يوم الخميس المقبل إن شاء الله.
طبعا بكل تأكيد يا محمد، الشعوب العربية والشارع العربي ينتظر دائما القرارات التي تخرج من هذه القمة، القمة العربية، واحنا دلوقتي في نسختها 33 او الدورة 33 المنعقدة في البحرين. شكرا جزيلا محمد عبد الله.